احترام الشروط القانونيه والبيئيه لبعض المقالع بالشمال للسيدات والساده النواب المحترمين عن فريق التجمع الدستوري. تفضلوا السيده النائبه المحترمه. شكرا السيد الرئيس. نسائلكم السيد الوزير عن مدى احترام مقالع شمال المملكه وعامة ومقلع جبل لشقريش خاصة للشروط البيئية والقانونية، وهل من إجراءات عملية للحد من معاناة ساكنة متشر بوجميل بجماعة العلين عملت مريق نياق؟ وشكرا. شكرا، كلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيدة النائبة المحترمة. مقلع جبل لشقريش المشار إليه في السؤال ديالكم كان متوقف منذ سنة 2012، بتاريخ 4 أغسطس 2016 توصلت المديرية الإقليمية برسالة من الشركة التي كانت تستغل المقلع تخبرها بإصدار حكم لصالحها من أجل استئناف نشاطها بالمقلع. سلمت الشركة قرار موافقة البيئية بتاريخ 31 مايو 2019، اجتمعت اللجنة الإقليمية للمقالع بتاريخ 18 يونيو 2019 بالمقر ديال العمالة وقررت الموافقة على تجديد الرخصة. بتاريخ 29 غوش 2019 تم تجديد التصريح بفتح واستغلال المقلع. تاريخ 10 شتنبر راسلت الشركة المديرية النقل تخبر بعزمها استئناف الاستغلال. 1 نوفمبر 2019 قامت المديرية بمراسلة السيد العامل من أجل دعوة اللجنة الإقليمية. 24 دجنبر 2019 قامت اللجنة الإقليمية للمقالع بالزيارة ودارت الملاحظات التالية: ضرورة استكمال أنصاب وتسييج مواقع المقلع لمنع ولوج الأشخاص والحيوانات، احترام كناش التحملات النموذجي والبيئي، تغطية صهريج الوقود، واحترام المسافة الفاصلة بين المقبرة والمقلع طبقا للموافقة البيئية والحفاظ على النقط المائية. بتاريخ 7 يناير تمت مراسلة المدير الشركة وطلعوا أجل ديال 30 يوم باش يستجب لهذا الشيء وإلا سيعمل القانون في حقه. شكرا، كلمة لكم السيدة النائبة المحترمة للتعقيب. شكرا السيد الوزير على هذه الكرونولوجيا اللي عطيتينا حول مقلع لشقريش. مي لا يمكن ان ننكر السيد الوزير على ان هذا المقلع كيشكل بؤره توتر الساكنه، وانه منذ انطلاق الاشغال به منذ ازيد من 10 سنوات تسبب في اضرار جسيمه للساكنه منهم الاحياء والاموات نظرا لقربه من المقبره. السيد الوزير، هذا المقلع كيتسبب في انتشار امراض بين الساكنه نظرا لانتشار الغبار، كاين اغلب الساكنه كتعاني من الربو والحساسيه، كذلك التاثر الغطاء النباتي ومنابع المياه، وكذلك تشقق بعض المنازل. السيد الوزير، مؤخرا كنا قدمنا واحد التعقيب اضافي لسيادتكم داخل الجلسه في الاسبوعيه، وجراء ما وقع هناك بالمنطقة من تطاير وتناثر الأحجار التي أصابت إحدى المنازل وأحد الأشخاص الساكنة الصغير. السيد الوزير، وعند أمل فيكم أنكم تحدوا بالمعاناة ديالها، حنا واثقين في الجدية ديالكم في التعامل مثل هذه الملفات والتعاطي معها، فلكم جزيل الشكر أن تسرعوا من الحد من هذه المعاناة باش الساكنة تعيش في أمل، لأن الساكنة موجودة بهذه المنطقة منذ الاستقلال، المقلع كان البارح. شكرا السيدة النائبة المحترمة. السيد الوزير في ثواني، 8 ثواني. احنا راسلناه، خصو يلتزم بداك الشيء، لكن انا نقول لك في المقالع بيننا وبين اصحاب المقالع القانون. على كل حال في القانون الجديد 27/13 ملي غيجيو عندكم المخطط. شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. اسف السيد الوزير، انتهى الوقت.